من الخذلان أن يرزق الله عبدا جبروتا يطغى به على الخلق، يطغى به على قرابته، على أبنائه، على بناته، على زوجاته، على والديه، على جيرانه، على من يعمل عنده من حاشيته وخدمه وأجيرا في بيته، وهو يظن أن هذا مما يعلو به، تعلو به قدمه ويرتفع به شأنه وتسمو به نفسه، وهو باطل كله، بدليل أن الله جل وعلا هنا أنطق ذلك الغلام في مهده حتى ينكر عليه ذلك الظالم جبروته. والآخر أن الإنسان قد يحكم عليه من ظاهره ويكون له سريرة لا يعلمها إلا الله، فهذه المرأة أجمع على ضربها والقدح فيها والتهمة لها بالزنا والسرقة، وهي لم تزني ولم تسرق، وأنطق الله ذلك الرضيع في مهده أن يقول إنها لم تزني ولم تسرق، وهذا يجعل المرء يحتاط لنفسه ويمسك عليه لسانه ولا يسرف في الحديث عن الناس بأن يتهمهم ما ليس فيهم. وعينك إن أبدت إليك معايبا من الناس فقل يا عين للناس يعين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.